الدكتور عمرو بسطويسي نائب رئيس الجامعة، أهلا بك يا دكتور. اهلا بستك يا فندم، فرصة طيبة. يعني أنا بشكرك مبدئيا، ولا شكر على واجب، أنتوا بتعملوا الواجب. مستشفى خاص جامعي قررت إن هي تعالج الناس لمدة شهر أو أكتر مجانا، إيمانا منها بفكرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس. أطلعنا على هذه المبادرة يا دكتور. تمام، اول حاجه طبعا بشكر سيادتك وبشكر قناه تن على هذه الاستضافه، وده مش جديد عليكم. انتم ما شاء الله برضو شاركتونا قبل كده في عملنا الخيري في القوافل في جميع انحاء مصر. العمل الخيري في مستشفى سعاد كفافي التابع لكليه الطب جامعه مصر عيون تكنولوجيا ما هواش حاجه جديده على المستشفى ولا على الجامعه. احنا من زمان بنشارك في القوافل الطبيه، واخر 22 شهر تم تنفيذ 18 قافله طبيه اللي هم باستخدام المستشفى الميداني الوحيد من نوعه في القطاع المدني. احنا عندنا مستشفى ميداني عباره عن ثلاث تريلات عليهم ثلاث غرف عمليات متنقله، وكمان غرفه مناظير جهاز هضمي وحدات تشخيصيه كامله، وبنكملهم على شكل مستطيل ب 31 خيمه، وبنلف جميع انحاء الجمهوريه. احنا 18 قافله طبيه، منهم خمسه كانوا على ارض سيناء الحبيبه، اثنين في نطاق العمليه الشامله سيناء 2018 في مناطق عمليات حربيه تعتبر عمليات حربيه لمكافحه الارهاب، ورحنا قدمنا خدمات لابناء سينا هناك. اشتغلنا في الساحل الشمالي، اشتغلنا في الوادي الجديد، اشتغلنا في النوبه، اشتغلنا في البحر الاحمر، اشتغلنا في الصعيد، اشتغلنا في الفيوم. يعني الحمد لله احنا عندنا تاريخ في العمل الوطني وخدمه المجتمع نفتخر بيه جدا جدا جدا، ويسعدنا ويطلق قلوبنا. مؤخرا لما سمعنا عن مبادره السيد رئيس الجمهوريه واحنا بنتعلم منه الصراحه يعني دروس في حب الوطن، اتكلم على مبادره حياه كريمه. الكلمة دي كبيرة جدا جدا وليها معنى يعني يتعدى حدود الكلمات والحروف. حياة كريمة، احنا كلنا عارفين كويس جدا جدا ان في من اهلنا في البلد بيعانوا، خاصة القطاع الصحي، القطاع الصحة دي ما فيهاش هزار. اجمل حاجة في مهنة الطب اما تقدمها بدون مقابل، احساسها جميل جدا جدا، واحنا جربنا الكلام ده في القوافل الطبية. احنا تعدينا اكتر من 450 الف كشف في القوافل بتاعتنا، أكثر من 6500 تحويل للمستشفى الأم، أكثر من 3000 عملية جراحية اتعملت على التريلات المتنقلة بتاعتنا. النهارده احنا بنقدم خدمات مشابهة لخدمات القوافل لكن داخل حرم المستشفى بتاعنا في مدينة 6 أكتوبر. قررنا من ساعة ما سمعنا عن المبادرة الرئاسية إن نقدم الخدمات الطبية مجانية كاملة لأي مواطن يتقدم للمستشفى من فترة 15 يناير لغاية 28 فبراير. في ناس بتسأل هو يعني لازم اثبت ان انا غير قادر ماديا، احنا شلنا الكلام ده خالص، كل من يتقدم للخدمات الطبيه يحصل عليها، انا ماليش دعوه هو مين، طالما هو انسان عايش على ارض هذا الوطن، سواء حتى كان مصري او ضيف على الدوله، يعني اي مواطن على ارض مصر هو في كنف الدوله المصريه، في رعايه الدوله المصريه، وانطلاقا من هذا المبدا بنقدم الخدمه الطبيه مباشره. تتضمن كل كشوفات العيادات الخارجيه في حوالي 21 تخصص، كل الابحاث من تحاليل لاشعاعات للمعامل، العمليات الجراحيه كلها، وفيما يخص القلب وجراحه القلب، جراحه القلب والقساطر بنعملها مجانا برضو بالتعاون مع جمعيه الاورمان الخيريه. يمكن الحاجه الوحيده اللي مش داخله فيها هي الرعايه المركزه لانها مكلفه للغايه، وعيان واحد ممكن اصرف فلوسه على 30 عيان، مع الاسف مش قادرين ندخلها في المبادره. ولكن احنا حتى يومنا هذا من يوم 15 حتى اليوم لسه مخلصين من شويه، العدد بتاعنا تعدى ال 5000 كشف وحوالي 150 حاله دخول حتى هذه اللحظه، واحنا لسه في اول المبادره. الناس سعيده جدا جدا بالتجربه، صحيح بيبقى زحمه شويه لكن عملنا خيام لاستراحه الناس قدام المستشفى ونظمناهم بالارقام لاعداد كبيره جدا جدا غير مسبوقه، ونتمنى ان شاء الله نقدر نستمر بنفس المستوى ونقدم خدمه لاهالينا وبلدنا. وانا سعيد بالعرض ده النهارده في برنامج سيادتك الراقي، لان يعني عمل الخير عامل زي الحمى كده ينتشر بين الناس. يعني يمكن بقيه المستشفيات لما نشوف احنا بنعمل كده، بقيه الجامعات يشاركوا، تخيل بقى لما احنا والجامعه اللي جنبنا والمستشفى اللي جنبنا وكله حياتنا اصلا حاجه دكتور جميله، عمر حاجه جميله جدا. دكتور عمرو انت راجل محترم وانت ناس محترمين وربنا يكرمكم ان شاء الله، وانا بدعو كل الجامعات وكل المستشفيات وكل العيادات وكل الاطباء ناخد لقطه بسيطه، ناخد وقفه بسيطه مع النفس، لانه الناس اهالينا محتاجين، اهالينا محتاجين لمسه مننا، اهالينا محتاجين ان احنا نبقى حنينين عليهم. انا بقول المجتمع المدني هو ده المجتمع المدني، هم دول الناس اللي فعلا يجب ان احنا نحترمهم ونفتح لهم الابواب.